الله اليوم هم السكه ديال البوبي الموجودين، ان شاء الله اليوم نربحوا باذن الله ونقوا التيران ونخلصوا رقيه على الجمهور المغربي. الله المباراة ان شاء الله 3-0 عاوتاني 3-0 ديما مغرب وان شاء الله غادي نربحوا ب 3-0 ان شاء الله. المغرب غير ربح ب 4-0. صراحة كان الشوط الأول ممتاز ونتمنى إن شاء الله الفوز. الحمد لله احنا فرحانين بالشوط الأول وكنتمنى الله سبحانه وتعالى باش نديوها اليوم. أخذت تعادل بعدا راه الحمد لله فرحانين. المقابلة كانت شوية صعيبة وكان الضغط. وممكن نتمنى اليوم الماتش الجاي إن شاء الله يربحوا ويفرحونا يا رب.